السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان جميعا، تحية لجميع الموالي الإخوان. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا عند البطل ديالنا عبد الله خزار، وكيتواجد معنا البطل أحمد خزار، عملية كونترول في المسابقة طانطان المنظمة من طرف عصبة الدكالة ديكلارا بأربعة الحمامات. اللهم بارك في نهارة، اللهم بارك. جينا باش نتولعوا معاه ونديروا كونترول ونشوفوا الحميمات الأولين اللي ديكلارا بهم السلالة. معنا الأخ أحمد تاهو كيتواجد معنا هنايا. بالنسبة للحمامات الإخوان، بالنسبة لاباري، لاباري هو رداه الجمعية باش تخرج الريزلتا، ويمكن تصاور ديال لاباري. الحمامة الأولى ديكلارات مع 28، والحمامة الثانية ديكلارات مع 48، والحمامة الثالثة ديكلارات مع 1:53، الوحدة ديال الليل و 53 دقيقة، والحمامة الرابعة ديكلارات مع 1:58. اللهم بارك، أربعة الحمامات من الأوائل في الجمعية. الحمامة الأولى بعد الحمامة الأولى راه غادا تكون هي الثالثة في الجمعية، والحمامة الثانية هي الرابعة في الجمعية، وهاد الحمامات راه من الأوائل في عصبة الدكالة. أخ أحمد السلام عليكم، شي كلمة أخويا على البطل ديالنا عبد الله. وعليكم السلام خويا هشام، تبارك الله عبد الله راه مولوع تبارك الله من الدرجة الأولى تبارك الله، اللهم بارك. راه هاد العام تبارك الله أنا راه حبسنا، ولكن هو راه كمل تبارك الله، راه تفرج وتحية لي من هاد المنبر، كنشكرو على الله يحفظك اخويا اخ هشام. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا احمد. اخ عبد الله بطل ديالنا، شي كلمه اخويا على المسابقه ديال طانطان كيفاش كانت؟ شكرا للجمعيه وكنشكروا للعصبه اللي نظمت هذا العرس، دازت واحد الجو ريادي وكنتمنى التوفيق ديالو. بالنسبه للطلقه شحال هزيتي من حمامه؟ خويا هزيت 36، دخلت 28. تبارك الله، اللهم بارك. بقى عندكم دابا مسابقة الأخرى هي العيون، مسابقة العيون اللي بقى عندنا العيون. إن شاء الله حتى هي راه غادي بريباري ولا وراه سمعنا خويا، سمعنا خويا راه كان انت بروميال في التنقيط ديال المسافة الطويلة، غتبقى لكم العيون. نتمنوا خويا ديكلاري مزيان باش دير لي طاب ديال المسافة، ولما لا تكون عندك شي اسبيجو الاولى ولا الثانيه في المسافه. الله كاين كاين ان شاء الله الخير كاين. الله يسخر اخويا عبد الله. بالنسبه للحمامه الاولى اللي ديكلارات عندك فينا هي هي هذه، ورينا اخ احمد السيري ديالها. السيري ديالها اش من عام؟ 76 76 48 48 6 6 2000 2019 2019. حنا غادي نشوفوا دابا في التليفون. ها هي السيري ديالها 76 486 2019 هي هذيك. ولعنا فيها دابا خويا احمد تبارك الله. هذا ذكر الاخوان، هذه هي الحمامه الثالثه في جمعيه مازاغان، وغدا تكون حتى الثالثه في العصبه حيتاش بالنسبه للاخوان الطلقه ديال طانطان راه كاين ديكالا شويه ما بين الحمامه الاولى والثانيه، هذاك الشيء علاش حنا عرفنا قبل ما تخرج الريزلت عرفناها راه غادي تكون الحمامه الثالثه. جناح اخويا احمد تبارك الله، اللهم بارك. اخ عبد الله قول لنا الحمامه السلاله ديالها. هو فيها الكربوني وما فيرغوش مو فيرغوش وبا كربوني. تبارك الله، هذا السلاله ديال الحاج نعمان. اللهم بارك ديال الحاج نعمان السلاله، اللهم بارك. تحيه للحاج نعمان. اييه تحيه للحاج نعمان اللي في مدينه اسفي. بالنسبه للاخ ديالو شنو داير؟ راه هو يعاود لك. عاود لنا اخويا احمد. هذا اخويا العام اللي فات الاخ ديالو كان غيكون برومي اسبيجو في مازاكا. اسبيجو في الدومي في الفيتاس، في الفيتاس. برومي اسبيجو في الفيتاس، واخا هكا حيدوا لي طلقه، مشات لي طلقه كان ما تكونستاطاش، بقى كيضحك عبد الله وداك الشيء، والدري اللي كان كيكونستاطي دوزو بلا ما يكونستاطي. وديكلارا هو الاول، هو عبد الله الكانطو، هو قبل الكانطو. تبارك الله، وما ما يعني راه ما محسوبش، ولكن ديفو داروا عبد الله. انت بديتي كضحك مع الدري ونسيتي بان الحمامه راه ما تكونستاطاتش. وي 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 كان هو البرومي اسبيجو، وبحال كوك بالنسبه اللي مشات لي طلقه وتكلاسا تكلاسا تروازيام 10% بالنسبه ل 10%. كلاسي دابا تروازيام العام اللي فات 10%. تبارك الله في الفيتاس. تبارك الله، وهذا هو ديكلارا دابا في طانطان، هو التروازيام في جمعيه مازاكان. هو هذا الاخوان الاخ ديالو، هو الحمامه الاخرى مدخله للاباز. هذا الاخ ديالو كيديكلاري في طانطان تروازيام في الجمعيه وتروازيام في المبارك. نبغوا نشكروا الحاج نعمان على هذه السلاله اللي
صراحة كان ولدني فرش فيها الدي تي اس بدو مخ. اه اللهم بارك اخويا تبارك الله. بالنسبه للاخ احمد كي داير الحمامه تولي اعتفاء تبارك الله اللهم بارك اخوته هو تبارك الله هما حمامات تبارك الله اللهم بارك حمامات زوينين في المستوى تبارك الله. سير على اخويا احمد دابا غادي ندوزوا الحمامه الثانيه الاخوان. بالنسبه للحمامه الثانيه الاخوان اللي ديكلارات مع 8 و49 هذه غادي تكون الحمامه الرابعه في جمعيه مزاقان وغادي تكون الرابعه في عصبه الدكال. ديكلارات مع 8 و49 دقيقه السيري ديالها هو 09/35/96/2020 تبارك الله حمامه باقا صغيره. ها السيري ديالها 09/35/96/2020 ولعنا فيها دابا. ها هي الحمامه الثانيه عند بطل عبد الله خزار في مسابقه طنطان المنظمه من طرف عصبه الدكاله. هي هذه الحمامه جناح ديالها اخويا تبارك الله. لالين ديالو مين خويا؟ هذا بور محمامة ديالي من حمام عدي قريب. اللهم بارك. هذه تولي اعتفاء ياك؟ تولي اعتفاء تجات لا تولي اعتفاء مع كان شويه الظلمه وداك الشيء 8 لا باقي شويه باقي الضوء مو هي اللي جات فيه مع الوحده. انا غنقول بالنسبه للحمام ديك لارا مع 8 شنو هو المشكل؟ واش تعطل الجمعيه تعطلوا ياك؟ ما طلقوش بكري شي يكون طلقوا مع التسعود ولا شنو؟ كان الحمام كان شعله كان كلشي غيتفرج كان يدخل الحمام مع 4:30 كان الناس كامله كتغدى تتفرج ولكن قدر الله كان شويه الضبابه ياك طلقوا معطلين طلقوا حتى ل 10 حتى ل 11 وربع 11 و16 دقيقه من طنطان ما عندنا ما نديروا قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي كاين اخويا عبد الله. سير اخويا ولعنا دابا في الحمامه الثالثه عندك. ولعنا اخويا في الحمامه الثالثه هذيك اخويا احمد صافي حيده. دابا غادي نشوفوا الحمامه الثالثه الاخوان. ها هي الحمامه الثالثه ديكلارات مع الوحده و53 دقيقه الوحده ديال الليل و53 دقيقه السيري ديالها هو 57/035/2018 فين هي الحمامه الثالثه اخويا عبد الله؟ هي هذه الحمامه الثالثه الاخوان اللي ديكلارات مع الوحده ديال الليل. السيري ديالها اخويا احمد السيري ديال الباك 75/035/2018 تبارك الله. هذه هشام راه نفس ولالة ديال الذكر الاول نفس ولالة عم هذاك الذكر الاول تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الجناح ديالها اللهم بارك. دابا الذكر اللي عنده تا هو عنده جوج بروميرات تا هو عمها اللهم بارك. بالنسبه لعمها ولكن الام ديالها السلاله ديالها منه الاب ديالها هو في الكربوني والام ديالها من جهه كان من برك نقدم واحد التحيه لمحمد غزواني كدير ملاقي تحيه لمحمد غزواني تا هو من هاد المنبر هادي اللهم بارك. بالنسبه للحمامه الرابعه اللي ديكلارات تايا بالنسبه للحمامه هذه الحمامه ديكلارات مع الوحده تولي اعتفاء ولا ما تولي اعتفاء؟ هذيك انا طلعت مع 12 اخر طلعت مع 12 اللي طلعت شفت ما بان لي والو فات صافي نعس حتى ديك الخمسه ونص ملي طلعت لقيتهم انا بعدا ما فهمت والو. تبارك الله حمامه ديكلارا وبالليل الاخ احمد السلاله تبارك الله السلاله مقاتله. مش راه عرفتي علاش؟ حيت كانت الظلام وحنا كما كنقولوا حنا بحريه كاين الظلام والقمر. انا راه قلتها ليه باقي غادي للقهوه قلت لي غيطلع القمر غيدخل حميمات يعني القمر كانت معطله تقريبا ديك 12 عاد طلع عاد طلع القمر يعني ملي كطلع القمر كيولي بان الجو شويه صافي هذاك الشيء غيدخل حميمات. تبارك الله تبارك الله تا كازا راه ديك ديك لارا وبالليل جوج الوحده يا اخوان كاين اللي ديك لارا مع الوحده مع الجوج حيت القمر هو اللي عاون الحمام باش دخل. الله يحفظك اخويا احمد. بالنسبه للحمامه الرابعه الاخوان ها هي الحمامه الرابعه ديك لارات مع الوحده و 58 ثانيه ما بيناتهمش بزاف بيناتهم 5 دقائق سبحان الله ما بيناتهمش بزاف والسيري ديالها هو 07/79/78/2017 هاي ديك لارا شمال وحده و 58 تبارك الله حتى هي انثى. هذه الام ديال هذه الام ديال الثاني
ديال الحمامة الثانية. الحمامة الثانية هذه الأم ديالها. الحمامة الثانية ذكر هذه أمه. هذه أمه. تبارك الله. الباقة أخويا. 07/79/78/2017 ولعنا فيها دابا. هذه الأم ديال الحمامة الثانية عبد البطل عبد الله. تبارك الله. راه عنده شي 8 ديبلومات. عنده 8 ديبلومات. في الدومي. ما بين الجمعية والعصبة. تبارك الله. لالين ديالها من نازلة؟ هذه الأخ لالين ديالها ديال أمين، أمين خزار. أمين خزار، تحية لأمين خزار. هذا من الدم ديال السماري. السلالة الخزارية. الخزارية ديال السلالة الأولى أخويا أحمد. تبارك الله. هذه لعبة عنده هو وجات عندي أنا وطيحت أولاد. تبارك الله ولعبت عنده. راه مدي عنده هو مع شي ثلاثة ديبلومات. تبارك الله. عند أمين خزار. وخذها من عنده عبد الله وطير عنده لاعب بها تبارك الله. تبارك الله. جنات جنات عندي انجازات انا ديكلارات عندي جوج طقاش وبالفعل كتعاود تاكد ولدها راه ديكلارات مزيان ديك كطريان في الجمعيه وكطريان في العصبه. تبارك الله. الله يسخر اخويا عبد الله. او تبارك الله عليك راك بطال اخويا راه لا فيتاس لا دومي فون ولا مسافه يجي العيون ثاني غديكلار ان شاء الله وغنجيو نديرو كونترول ان شاء الله تكون من الاوائل ان شاء الله. شي كلمه اخيره اخويا عبد الله. اخويا كنشكروا هاد الناس اللي كيسهروا على التنظيم وكنبغيو نشكروا العصبه حتى هي وهادشي الا قلنا فيهم شي حاجه ماشي فهمتي ماشي من قولوا سمحوا لينا وصافي. الله يحفظك اخويا عبد الله تحياتي. احمد شي كلمه اخيره اخويا. خويا كنشكروا الناس اللي ساهرين على العمل ديال الجمعاوي فاعل الجمعاوي والناس ديال العصبه ومن هذا المنبر الى اخطانا في حقهم يسمحوا لينا راه بنادم راه كيخطا. انا بالنسبه خطات معاهم ولكن الحمد لله راه الدراري بيناتنا راه كنضحكوا داكشي بحال عادي ما كاين حتى حاجه ويسمحوا لينا من هذا المنبر. تحيه للاخوان كامل. الله يحفظك اخويا احمد. كما شفتوا الاخوان عمليه كونترول عند البطل ديالنا عبد الخزار مسابقه ديال طنطان السجاني ديالو تبارك الله. كاينه هاد السجنه وكاينه هاد السجنه تبارك الله اللهم بارك. ولكن يقول لكم ان شاء الله العيون عينيه نتلاقاو ان شاء الله. هو اخ احمد هو فينا هو تا هو كيقول لكم راني جاي هايا هايا فينا هايا ان شاء الله ملي غادي تكمل ان شاء الله راه غنصوروها لكم. احمد هو فينا هو ان شاء الله تا هو راه غادي تولع معنا ان شاء الله. عمر اخ عبد الله وان شاء الله واخا الشطاطان انا راه الفراجه عندي هي العيون انا واخا هاد الحمام العيون راه حاجه اخرى ان شاء الله راه كنبريبار مسافه حمام مسافه كيبقى ولاعب بوحدو كيبقى حلاوه ديالو بوحدو. انا حيت حمام مسافه ولكن راه الحمد لله راه عبد الله راه قايم بالواجب ديال المسافه. سير الله يسخر لكم اخويا الله يسخر لكم ونتلاقاو ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله شي فيديو جديد ان شاء الله عاد البطل ديالنا عبد الله ولما لا تكون ان شاء الله كونترول في العيون. مرحبا يلا السلام عليكم الاخوان تحياتي.